اهلا بيكم في فيديو جديد من كريم ستورز. النهارده هنعمل مراجعه سريعه لارخص كاميرا دي اس ال ار احترافيه كانون ايوس 4000 دي. ولو ما شفتش فيديو الانبوكسنج بتاعنا فتقدر تشوفه عن طريق لينك الفيديو الموجود تحت في الوصف. مراجعه النهارده هتكون سريعه لان كانون بتقدم الكاميرا دي علشان تحقق هدف واحد معين، والكاميرا بالفعل بتحقق الهدف ده بكفاءه عاليه جدا. الكاميرا كانون ايوس 4000 دي تعتبر ارخص كاميرا دي اس ال ار احترافيه، فبالتالي الهدف من الكاميرا دي هي انك تدخل عالم الكاميرات الدي اس ال ار الاحترافيه، والكاميرا دي هتعلمك ازاي تقدر تستخدم كاميرا دي اس ال ار في ظروف تصوير مختلفه علشان تطلع منها بنتائج ممتازه. الكاميرا دي مهمتها الاساسيه التصوير الفوتوغرافي، فبالرغم من ان الكاميرا تقدر تصور فيديو فول اتش دي الا ان نتائج الكاميرا مش احسن حاجه ممكن تحصل عليها من كاميرا احترافيه، واحسن تصوير فيديو ممكن تحصل عليه هيكون عن طريق التصوير المانوال، وغالبا مش هتقدر تعتمد على الاوتو فوكس في الفيديو، وده هيخلي الموضوع صعب شويه. لكن بالنسبه للتصوير الفوتوغرافي واستخدام الكاميرا بطريقه كاميرات الدي اس ال ار، يعني عن طريق استخدام الفيو فايندر، هتحس ان انت بتستخدم كاميرا احترافيه ما تقلش عن اي كاميرا تانية غاليه، وهتلاقي ان الفوكس سريع والشاربنس عالي، وهتحصل بسهوله على خلفيات بلوري جميله. لكن لو حاولت تستخدم الكاميرا دي باي طريقه تانية هتحس بالفعل ان مش ده افضل طريقه لاستخدام الكاميرا. وتعالوا نشوف بعض النتائج اللي ممكن تحصل عليها من الكاميرا. يبقى لازم نأكد على ان الكاميرا كانون 4000 دي كاميرا دي اس ال ار احترافيه، فلازم تستخدمها بالطريقه دي علشان تحصل على افضل نتائج. والهدف من الكاميرا هو انك تتعلم ازاي تقدر تستخدم الكاميرات الدي اس ال ار، ومن اهم الحاجات اللي لازم تتعلمها علشان تقدر تستخدم كاميرات الدي اس ال ار هو انك تتعلم ازاي تظبط الاكسبوشر عن طريق ظبط سرعه الشطر وفتحه العدسه والايزو، وتتعلم ازاي تستخدم عدسات مختلفه، وتعرف ازاي تظبط الاكسبوشر بشكل مثالي حسب ظروف التصوير المختلفه وحسب الحاجات اللي انت بتصورها علشان تطلع في الاخر بنتائج ممتازه. وعلشان كل اللي فات ده يتحقق بتلاقي في الكاميرا بالاضافه لانظمه التصوير المانوال او السيمي مانوال بتلاقي انظمه تصوير ذكيه كتيره ومختلفه. الانظمه الذكيه دي كلها هدفها في النهايه انها تساعدك انك تتعلم ازاي تقدر تظبط مثلث الاكسبوشر صح، يعني ازاي تظبط سرعه الشطر وفتحه العدسه والايزو صح بحسب الحاجه اللي انت بتصورها وحسب ظروف التصوير المختلفه اللي انت فيها، علشان في الاخر تقدر تحصل على صور فوتوغرافيه عاليه الجودة. بالنسبة للتصوير المانوال فالكاميرا بتديك إمكانية إنك تتحكم في كل الإعدادات، أما في الأنظمة السيمي مانوال فالكاميرا بتتحكم بشكل تلقائي في بعض الإعدادات وبتسيبك تتحكم أنت في الباقي. أما بالنسبة لأنظمة التصوير الذكية فعندك من أول النظام التلقائي الذكي الكامل اللي بيحاول يظبط كل الإعدادات بما يناسب ظروف التصوير والحاجة اللي أنت بتصورها، لغاية أنظمة ذكية مختلفة مناسبة تحديدا لظروف أو أنواع تصوير معينة. فعندك نظام تصوير البورتريه واللاندسكيب والاكل والتصوير الليلي والرياضه وغيرهم. وفي كل الانظمه الذكيه لما تيجي تدوس على زرار الشطر علشان تلقط فوكس هتلاقي ان الكاميرا بتقول لك على اعدادات الاكسبوشر اللي هي قررتها، عشان مع الوقت تقدر تتعلم وتفهم ازاي الاعدادات دي بتاثر على الصوره. بالنسبه لكل انواع التصوير الفوتوغرافي المختلفه فالكاميرا دي هتطلع لك نتائج ممتازه، اما تصوير الرياضه او الحركه السريعه فالكاميرا دي مش هتكون مناسبه قوي لانها بتصور بسرعه 3 فريمات في الثانيه، والاوتو فوكس المستمر مش هيطلع احسن نتائج في تصوير الحركه. ولو خليت الكاميرا تصور جيبج معرو هتلاقي ان الكاميرا مش هتصور غير 4 أو 5 صور، وبعدين الكاميرا هتقف علشان تفضي البفر في الكارت. اما لو بتصور رو بس فعدد الصور هيزيد لغايه 6 أو 7 صور، وبعدين الكاميرا هتقف علشان تفضي البفر في الكارت. اما لو بتصور جيبج بس فالتصوير هيفضل مستمر بعدد 3 فريمات في الثانيه. ومن اهم مميزات الكاميرا ان فيها واي فاي، تقدر عن طريق برنامج كاميرا كونكت تربط الكاميرا بالموبايل وتستخدم الموبايل كريموت كنترول.
هتشوف نتيجة التصوير على شاشة الموبايل بسهولة، وتقدر تغير إعدادات التصوير بالموبايل بسهولة، وكمان تقدر تنقل الصور على الموبايل بسرعة. في نهاية المراجعة بنأكد على الآتي: الكاميرا كانون ايوس 4000D كاميرا DSLR احترافية. علشان تطلع منها أفضل نتائج وعلشان تستمتع بالتصوير بيها، لازم تستخدمها على إنها كاميرا DSLR، يعني تصور عن طريق استخدام الفيو فايندر. لما تستخدم الكاميرا بالطريقة دي هتطلع بأحسن نتائج، لكن لو استخدمت الكاميرا بأي طريقة تانية هتحس ان الكاميرا مش معمولة لكده. عشان كده الكاميرا دي مناسبة جدا لأي شخص عايز يتعلم ازاي يقدر يستخدم كاميرات الدي اس ال ار. ولو انت واحد من دول تقدر تشتري الكاميرا دي عن طريق كريم ستورز. ادخل على موقعنا وشوف سعر المنتج، وتقدر تتواصل معانا عن طريق صفحات السوشيال ميديا. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. انتظرونا في فيديوهات تانية كتير بإذن الله. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابع معانا كل جديد.